فهد عبد الله الشايع مذيع أخبار ومقدم برامج سعودي. دخل مجال الإعلام بعد تخرجه من المرحلة الثانوية، وحصل على دبلوم إعلام من جامعة الملك سعود في الرياض، تخصص علوم اجتماعية في عام 1984. أذاع خبر فوز المنتخب السعودي بكأس آسيا، كما عمل مذيعا ومقدما لنشرات الأخبار الرئيسية في القناة الأولى في التلفزيون السعودي. قدم عددا من البرامج التلفزيونية، من أهمها مجلة التلفزيون ومن العالم. ترك عمله في عام 2001 ليكون مرافقا لأخيه المريض خارج السعودية. استمر بذلك لمدة 17 عاما تقريبا، وبسبب انشغاله بأخيه لم يتزوج. توفي يوم الثلاثاء 1 يونيو عام 2021. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.